نلتقي مشاهدينا الكرام بين زوايا التاريخ لنتعرف على جوانب الماضي المشرق ونناقش قضايا ومشكلات المدينة. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج أهل المدينة. تشاهدون في هذه الحلقة: التواهي موارد متعثرة وأزمات متراكمة، جامعة عدن بوابة التعليم الجامعي في اليمن، سيدة الأعمال كلثوم النواصري مسيرة طموح لا يعرف اليأس. حينما لا تكون الأمور على ما يرام وتصبح الظروف صعبة، ما عليك إلا أن تسير ضد التيار. فعاليات وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر مباني السلطة القضائية التي دمرتها حرب ميليشيا الإنقلابيين في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع الدكتور ناصر على حجم الأضرار التي طالت محكمة الاستئناف ومبنى النيابة العامة، مشيدا بدور القضاء والعاملين في هذه الظروف الاستثنائية. سلم محافظ محافظة تعز علي المعمري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين تقريرا عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الإنقلابيين منذ نحو عامين في محافظة تعز. المحافظ المعمري وخلال لقائه بالمسؤول الأممي في العاصمة المؤقتة عدن دعا إلى تحرك دولي جدي وعاجل لفك الحصار عن تعز والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى المدنيين المحاصرين والعمل على إغاثة النازحين. دشن في العاصمة المؤقتة عدن الامتحانات التكميلية للمعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2015-2016، وتفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب غانم المحولي سير الامتحانات التي تجري بالمعهد الوطني بمديرية دار سعد وتستهدف 230 طالبا وطالبة من محافظات عدن ولحج والضالع. مديرية التواهي مديرية أثرية، وهي ما هو أفئدة السياح والوافدين إلى عدن. وضع هذه المديرية والخدمات فيها قضيتنا لهذه الحلقة. مفاصل الحياة اليومية في مديرية التواهي لا تزال معلولة، وتفاصيل الحالة المعيشية للمواطن تحاصرها الهموم والأزمات الخانقة نظراً للتحديات الكبيرة التي أعاقت عجلة التنمية في ظل شح الإمكانات وتراكم القضايا العالقة في مختلف القطاعات والمرافق العامة. نطلب من الأستاذ المأمور ينزل إلى المديرية وينزل يتابع أحوال المديرية، ينزل يشوف الخدمات، يشوف البائعين اللي على الشارع يدخلوهم إلى السوق. أصلاً تشوف قدامك القمامة واللواك بنض الشارع، بنض التاريخ، بنض ما هذا قدر يقزع حرمة، ما قال خايفة على ابن العدو فلوت يدق بابور، والله حاجة ولا حد عمل نحن أي حاجة. بندر جديد وعارفين كل بندر جديد البلد تدخل نحن، ولا عمل نحن المشروع ولا عمل أي حاجة. من بين مديريات عدن كانت التواهي إحدى أبرز المديريات المتضررة في البنية التحتية جراء ما لحق بها من دمار عبثي بعد اجتياح القوى الإنقلابية لها في العام 2015، وطال التخريب عدداً من المؤسسات والمباني والمنشآت السياحية الرافد الوحيد للتنمية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى الخدمات. لا تتوفر لدينا أدوية، ومركز التوليد حقنا ما فيه أي توليد، مركز مجهز يعني على أحدث الوسائل ما فيهوش أي توليد، ما يولدوش، والصيدليات حق المجمع طبعا فاضي، يعني فاضي تجي تشي علاقات ما فيش، يقول لك روح اشتري برا. العلاقات قدام حق الخليج مش موجود، فين راح الله أعلم. لا يوجد راتب ولا سيولة، الكهرباء، المي، الأسعار، المقاهي زادت 150، القرص والخبز هذا ما هو، والشعب تعبان، نريد رواتب حقهم. دولة كأنه مش موجود الآن، يقوش نزلوا يشوفوا، لا تقول لي زيادوا الأسعار 100%، وبعضهم أكثر 100%. أنا أبغى تشتري، أنا أدخل لك 50,000 ما تجيبليش راجع داخل بيتي، فين نروح الناس تجيبوا عاد؟ يسرقون. التجار اتخذوها وسيلة بارتفاع الدولار، الآن الدولار هبط والأسعار ما زالت ثابتة وعاد زاد السعر. رغم الجهود الحثيثة المبذولة من قبل السلطة المحلية في المديرية لتحسين مستوى الخدمات،
إلا أنها تواجه تعقيدات متشعبة ينعكس أثرها على حزمة المعالجات الآنية للواقع المتردي. يتوق المواطن في مديرية التواهي إلى إصلاحات جذرية شاملة للوضع البائس الذي ألقى بظلاله على المشهد العام وقطع شرايين الحياة الطبيعية في مدينة تعد واجهة السياحة في العاصمة المؤقتة للبلاد. الأستاذ عبد الحميد الشعيبي، مدير مديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. اليوم نناقش بشكل سريع وضع مديرية التواهي، خاصة بعد أكثر من عام ونصف على مرور الحرب الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على عدن. بداية نتحدث اليوم ونقف على أهم الخدمات الموجودة في مديرية التواهي ووضع هذه الخدمات من كهرباء ومياه ومجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن أرحب بكم قناة بلقيس وأشكر القائمين على هذه القناة أينما وجدوا، وأنا ممنون ونشعر بالاعتزاز والفخر في أن هناك صحفيين وإعلاميين يتابعون ما يجري في العاصمة عدن من نشاطات مختلفة. وشكر خاص أكرر الشكر مرة أخرى للقناة هذه قناة بلقيس. وفيما يخص السؤال، حقيقة الأمر مديرية التواهي لا تختلف عن بقية مديريات العاصمة عدن، فلحقها كثير من الدمار والتخريب الممنهج من قبل الميليشيات الغازية، حثالات إيران في المنطقة، ميليشيات الحوثي والمخلوع. الدمار كبير جدا، والأثر النفسي كبير أكبر أيضا من الدمار اللي موجود على الواقع التي تركته هذه الحرب وهذه الميليشيات بالذات. مديرية التواهي كان لها نصيب غير عادي من تدمير المنهج في البنية التحتية للمديرية بشكل عام، وهذا الموضوع إذا ما أردنا التحدث فيه سنأخذ وقت أكبر في الحديث، لأن الدمار واضح وباين للناس بشكل عام. لكن إذا ما أردنا نتكلم عن ما قامت فيه المديرية كالسلطة المحلية في المديرية من معالجة الأوضاع هذه بشكل عام، حقيقة الأمر حنا في بداية الموضوع أو في بداية العمل ركزنا على البنية التحتية بشكل عام. كانت المديرية تعاني من مشكلة كبيرة في المجاري، هناك كان طفح يعني بشكل يومي أو شبه يومي، إن لم نكن مبالغين، طفح المجاري. ومع الأسف الشديد كان هناك برضو يعني قوة تتعمد سد المجاري. الحمد لله احنا اتخذنا إجراءات فيما يخص هذا الجانب، وبالتالي كان هناك إجراءاتنا في اتجاهين، الاتجاه الأول ضبط مثل هذه العناصر التخريبية، الاتجاه الثاني هو المعالجة العملية لقضية المجاري. حقيقة الأمر الأخ المحافظ العاصمة كان له دور إيجابي في هذا الجانب، واستطاع الوقوف بشكل مباشر مع المديرية وأعطى توجيهات سليمة وصريحة للأخوة المهندسين للقيام بعملية مسح كاملة لإعادة شبكة التأهيل أو تأهيل شبكة المجاري. الحمد لله كان عندنا يعني مهندسين جيدين في المديرية ومخلصين وطنيين، وعلى رأسهم المهندس حمدان مدير مكتب الصرف الصحي للمديرية. قمنا بعمل دراسة متكاملة لقضية المجاري وقضية مشاكل المجاري، وخصصت مبلغ 12 مليون ريال لهذه المهمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الناس الجيدين تم إنجاز هذه المهمة، حتى الشبكة تصريف المياه أو تصريف مياه الأمطار التي كانت تقريبا من نهاية الخمسينيات القرن الماضي انسدت بسبب البناء العشوائي وبسبب أيضا قدم هذه كذلك قديمة. لا زالت تعمل، لكن المشكلة هو في السفلة أو تعبيد الشوارع بطريقة عشوائية. المقاولين كانوا يعبدوا الشوارع بطريقة غير هندسية وغير فنية، وبالتالي كان الردم شامل. هذه الشبكة عدنا هالعمل بحيث أن الأمطار الأخيرة اللي حصلت قبل حوالي شهرين أو أقل، هذه الشبكة هي أساسا موجودة في الأماكن المنخفضة في المديرية أمام المقر البنك الأهلي مباشرة أمام صرافة العمقي، في هناك يعني عدة مناهل لتصريف المياه، هذه أعدنا تشغيلها والحمد لله وصرفناها إلى البحر. وفي مكان آخر أمام بالقرب من شركة الملاحة الوطنية، الأماكن المنخفضة التي تجمع فيها مياه الأمطار. بمعنى آخر أنه الحمد لله شبكة المجاري الآن تعمل بشكل جيد، وإن حصلت بعض الطفح للمجاري فهو مؤقت واستطعنا أن نعالجه. كان من أهم ما قام فيه الأخوة المهندسين أنه عمل خزانات ترسيب إضافية للخزانات الموجودة، بحيث أنه يكون هذا خزان ترسيب يعني يستقبل الأتربة والمخلفات مع الأسف نعم حتى يحسس انسداد للمجاري. نعم، وعملنا خطة صيانة شهرية. الحمد لله هذا الموضوع الحمد لله عالجناه. الموضوع الثاني والأهم هو كان قضية المياه.
بحكم ان مديريه تواهي بشكل عام حوالي 45% الى 50% مناطق جبليه. تلاحظي انه معظم السكان او نصف السكان تقريبا في المناطق الجبليه، وبالتالي هذا بحاجه الى جهد من قبل المؤسسه العامه للمياه، توفير مضخات. كانت عندنا شبكات قديمه متهالكه، الحمد لله قمنا باستبدال كثير من الشبكات خاصه في منطقه باصهيب، منطقه الشوله هذه باتجاه المناطق المرتفعه، ومنطقه جبل هيل منطقه مرتفعه، والان العمل حاليا في راس مربط برضو منطقه مرتفعه، اضافه الى منطقه الرئاسه، اضافه الى منطقه الساحل الذهبي كانت محرومه من المياه. كثير من المشاريع الحمد لله نفذت في هذا الاتجاه. شبكه الكهرباء هل تضررت داخل التواهي؟ شبكه الكهرباء وشبكه المجاري وشبكه المياه تضررت بشكل كبير. هل هناك معالجات حدثت للكهرباء مثل ما سعيتم في المجاري وفي المياه كذلك؟ نعم، بالنسبه لمعالجات الكهرباء حقيقه الامر هناك بعض الكيبلات الرئيسيه تضررت بشكل مباشر، اضافه الى نقل الطاقه عبر الهواء الاسلاك الهوائيه تم استعادتها بالتعاون مع الاخوه في المؤسسه العامه للكهرباء، تم استعادتها. في شبكات داخليه في الاحياء تضررت من ناحيتين، من ناحيه الحرب ومن ناحيه المد العشوائي، لانه مع ان نكون صريحين مع الاسف الشديد هناك عدم مسؤوليه وعدم مبالاه من قبل المواطنين، بعض المواطنين لا يوجد وعي، يتم المد بشكل عشوائي وبالتالي هذا يؤثر على الشبكه، حتى انه بعض المحولات خرجت عن الخدمه بسبب المواطنين انفسهم. استاذ عبد الحميد، كل هذه الاصلاحات التي قمتم بها ولا يزال الطريق طويل كذلك، يعني يجرنا الى سؤال، ما هو وضع الميزانيه التشغيليه اليوم للمديريه؟ لا توجد ميزانية واضحة إلى حد الآن حتى على مستوى العاصمة عدن، تمام؟ كانت هناك سلة مشتركة للموارد المالية التي يتم تجميعها بطريقة أساسية من الضرائب والواجبات إلى آخره من هذه الحاجات، إضافة للجمارك. هذه السلة المشتركة كانت توزع بطريقة يعني بحسب أهمية المشاريع، لأن مثلا على سبيل المثال عندنا في مدينة تواهي كثير من المشاريع معطلة، وكثير من المشاريع اللي يفترض أنها تكون موجودة حاليا خاصة في مجال التربية والتعليم، تمام؟ وفي مجال البنية التحتية بشكل عام. لكن نظرا لشحة الموارد الموجودة على مستوى المحافظة يتم كان العمل بهذا الجانب وفقا لأهمية المشروع، فكان هناك توجيهات من الأخ المحافظ بأنه تعطى قضية المجاري والمياه والكهرباء تعطى أولوية، ثم قضايا الصحة والتربية. نعم. إحنا في مديرية تواهي زي ما تكلمت قبل قليل أو أسلفتي في الحديث أن هذه المديرية تعتبر مديرية كانت سياحية بدرجة رئيسية، ومديرية يعني تضم كثير من المعالم الأثرية والسياحية. القطاع السياحي بشكل عام تضرر نهائيا أثناء الحرب، دمر نهائيا ابتداء من منتزه نشوان وانتهاء بفندق شيراتون في الساحل الذهبي، يعني شبه مشلول. مديرية التواهي يعني تشكل بالنسبة لعدن منطقة أثرية بشكل عام، كلها كأنها منطقة أثرية وفيها الكثير من المباني القديمة. نعم، منطقة أثرية، وإذا ما عدنا إلى الدخل كان القطاع السياحي يشكل حوالي 80% من دخل المديرية. لا، القطاع السياحي شبه منتهي. الآن عندنا مشاريع استثمارية بالنسبة للقطاع السياحي في توجيهات من الأخ المحافظ بتنشيط هذا القطاع. مع الأسف الشديد كانت هناك تراكمات سابقة. كيف سينشط هذا القطاع إذا لم يتم إعادة وترميم هذه المباني الأثرية التي دمرت وانتهت؟ طيب، هذا السؤال ذو شقين. نحن نتكلم على المباني الأثرية، إذا أردنا نتكلم عن المباني الأثرية طبعا هناك مبنى أثري في المديرية الحمد لله، يعني إن شاء الله يوم الخميس سيتم افتتاحه، وهذه دعوة مقدمة لكم للحضور. هذا يتمثل في ساعة بيج بن، ليتل بيج بن. هذه الساعة طبعا نموذج فريد على مستوى العالم، النموذج الآخر موجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. تم ترميمها وتم تشغيلها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأخوة المهندسين الموجودين عندنا هنا، وكان جهود ذاتية إلى درجة كبيرة جدا، لأن الشركة الأم ما زلنا نتخاطب معها على أساس تزودنا بالهذا. هذا المعلم الأثري والحضاري الحمد لله سوف يشغل وسوف يعيد للتشغيل بعد 25 سنة من الإهمال. نعم، قبل فترة كانت هناك شكاوى كثيرة من المواطنين وكذلك من جمعيات الآثار وغيرها بأن هناك مد عمراني بدأ يزحف نحو المناطق الأثرية والمباني الأثرية، ومنها كانت هذه الساعة. مش بدأ يزحف، لقد زحف هذا المباني مع الأسف شيء زحف، تمام، وشوه هذه المباني. وأنا أقولها بكل صدق وبكل أمانة، إن بعد حرب أو بعد الحرب في 94 صيف 94 كان هناك عملية ممنهجة لإعادة عدن إلى مربع الصفر، ليست مدينة بل قرية. هناك كان سماح بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي أو تغاضي للبناء في مثل هذه المناطق. هناك كان سماح بشكل رسمي أو غير رسمي أو زي ما قلنا بقضية تغاضي أو مش عارف غير للبناء العشوائي بشكل غير يعني غير مسبوق في أي مكان آخر، من ضمنها هذه الساعة. بنيت جنبها بيوت منذ 10 سنوات، منذ 15 سنة كانت بيوت تبنى،
وبينما السلطات وهناك من استغل كذلك الحرب الأخيرة الآن وحالة اللا دولة التي عاشتها عدن في فترة قصيرة وبدأ يبني كذلك بجانب الساعة. نفس الكلام حقيقة الأمر، هناك فيه انفلات نوعا ما لكن ليس بنفس الوضع اللي كان سابق في 97 في 98 إلى 2014. نعم، يعني انظري للساعة هذه اللي نتكلم عليها وشوفي المباني اللي حولها، بالرغم أن المواطنين بلغوا والناس اللي يحبوا مدينة عدن والناس اللي يحبوا أن تظل هذه المعالم السياحية والتاريخية يعني نظيفة من البناء العشوائي بلغوا، وفي هناك محاضر موجودة عندنا كتابية، لكن لا للأسف شيء لم تتخذ أي إجراءات. نعم أستاذ، قبل فترة يعني ليست ببعيدة وجهت المحافظة بإزالة العشوائيات الجديدة نحن نتحدث عنها. نعم. ليست مثل ما ذكرتم يعني القديمة والتي لها 10 سنوات وأكثر. هذا التوجيه ليس إزالة العشوائيات بشكل عام، لأنه مع الأسف الشديد هناك من يتخذ من الألفاظ وسيلة لتبرير أن احنا مش قادرين. نعم، لا شك قال إعادة المؤسسات الحكومية التي تم اقتحامها وسوء الاستطاعة. نعم، هذا كان مخصص لإعادة مؤسسات مرافق الدولة تم اقتحامها فقط، لأن قضية معالجة العشوائيات قضية صعبة. هناك مدن مع الأسف الشديد بنيت على مرأة ومسمع الجميع، لكن مؤسسات مرافق الدولة هنتكلم عنها. هذه الحملة طبعا بدأت هنا في مدينة التواهي وبدأت في كريتر، ولو عدنا إلى التواهي والحمد لله نقولها بكل تواضع أن الحملة نجحت بنسبة 8 إلى 85%. استطعنا أن نعيد كثير من مؤسسات مرافق الدولة في هذه المديرية، مؤسسات عسكرية تابعة للقوات البحرية، مؤسسات إعلامية على سبيل المثال نقابة الصحفيين خرجنا الناس اللي كانوا مقتحمين داخلها، وكالة أنباء عدن أو وكالة أنباء سبأ تم إعادتها مع الملحقات اللي فيها، كانت برضو مبسوط عليها. كثير من المؤسسات عدناها، المنتجع العروسة وهذا منتجع مهم جدا، يعني أكثر من 95 عائلة من داخل المنتجع أقنعناهم بالخروج بالطريقة الودية وخرجوا الحمد لله. كثير من المؤسسات، بقية بعض المؤسسات عليهم التزامات أنهم بيخرجوا، لكن مع الأسف الشديد توقفت الحملة، وتوقف الحملة هذا غير طبيعي. ما هي الأسباب لتوقفها؟ مع الأسباب حقيقة الأمر نقولها بكل أمانة، هناك لمسنا عدم جدية من قبل بعض السلطات في المحافظة، ولكن حقيقة الأمر الآن في توجيهات جادة من قبل الأخ المحافظ بأن الحملة تستمر. نحن نتكلم على مؤسسات دولة ومصانع ومؤسسات تعليمية، يعني تصوري أنه حتى المدارس، يعني عندي أنا على سبيل المثال مدرسة في الفتح تدخلي وتشوفي أكثر من 80 إلى 90 تلميذ يعني مكدسين في فصل، بينما 6 أو 7 مقتحمين أخذين نص المدرسة بأي حق على الكلام من عام 2011. نعم، فالحمد لله خرجناهم، اللي خرج بالاحترام خرجنا بالاحترام، لأن واجبنا كسلطة أنها تتعامل مع الناس بالرفق وبالأخلاق، لكن في النهاية يجب أن يخضع الجميع لطاقة القانون. يجب أن يخضع الجميع لهذا، وهذا ما حصل. في ناس لم يخرجوا إلا بقوة السلاح وخرجناهم الحمد لله. على سبيل المثال بريد التواهي، كان هذا البريد مسيطرين عليه مجموعة يندعوا بأنهم مقاومة، وحقيقة الأمر المقاومة براءة منهم. مقاومة وتجي يعني تأتي تبزز هذا المسكين أنه ما يستلم راتب إلا بعد ما يدفع له 3000 أو 4000، إيش من مقاومة هذه؟ خرج، حاولنا نتفاهم معهم التي أحسن، لكن مع الأسف الشديد وبالتالي استخدمنا عام اللغة التي يفهموها، والحمد لله الآن البريد ماشي كلش تمام فيه طيب، اللهم قلة السيولة. نعود إلى السؤال اللي سبق أن طرحته، موضوع الاستثمار السياحي في المديرية. أنا تحدثت بأن القطاع الاستثمار ضرب عن بكرة أبيه نهائيا، وهو موجود أمامكم، بإمكانكم أنكم تزوروا تعملوا جولة. بدأنا بتنشيط عملية الاستثمارية بدأت من منتزه نشوان هذا اللي جنبكم، إضافة إلى نادي البحارة. هناك مستثمرين مع الأسف الشديد غير قادين، إحنا نعمل عملية فرز. مع الأسف هناك عادة تعودوها المستثمرين بأنه يأتي، هذه العادة من بعد 94 مع الأسف، يأتي يحجز أكبر كم مساحة من الأرض من الناحية الورقية، يقدم لك حاجات مضبوطة وتقارير هندسية وفي الواقع ومعلومات، أيوة، ومباني ما شاء الله، لكن في الواقع لا يمكن يعمل شيء، مجرد استثمار للأرض وفي الأخير أن حصل فرصة يبيع. هذه كانت تعطى لهم عقود لمدة 90 عام وبعضهم 33 عام. تمام، إحنا نحاول نتعامل مع المستثمر الجاد ونعطي له فرصة لا تتجاوز 3 أشهر. عندنا مستثمر الآن ما زلنا في استكمال الإجراءات، لأن الأخ المحافظ شكل لجنة برئاسة الأخ الوكيل عدنان الكاف لمعالجة قضايا المؤسسات السياحية والمرافق السياحية. هناك مستثمرين على سبيل المثال، المستثمر اللي كان ماسك المنطقة في التواي كامل الكثيري، مشاكله كثير من الناحية الفنية ومن الناحية القانونية وشيء من هذا القبيل. طيب، هو في نظر القانون ما زال المستثمر، لكن عندما شكلت هذه اللجنة فيها مدير الشؤون القانونية المحافظة وفيها ناس قانونيين بتت في هذا الأمر، في مشاكل عليهم كثيرة متعلقة.
نعم. ما نشي ندخل فيها كثير. المهم هو القرار اللي اتخذ ان اي مستثمر بهذا الشكل يلغى حقه العقد تمام وفقا للمواد القانونيه والنصوص الموجوده في القانون، ولا بد من مستثمر جديد لان هما يعيقوا على حركه الاستثمار. خلاص انا مستثمر هذه الارض حقي وستظل متروكه بهذا الشكل. عندما تاتي اليه يقول لك يا اخي الظروف ما تسمح، الظروف تسمح ان شاء الله، الظروف تسمح للعمل، ونحن بادين في هذا الجانب. بالنسبه للمنتجع الفيل والنادي الدبلوماسي، بالنسبه للشروتن طبعا الان الحكومه بتقوم ترميمه على اعتبار انه مقر للدوله الحكومه. المنتجع السياحي منتجع العروسه نفس الكلام بيكون يعني تابع للحكومه. العمل جاري في هذه الاتجاهات. استاذ، جزء كذلك من الجماليات الاسواق الشعبيه وكذلك محطات النقل، لو نعرف بدايه يعني ما هي مشاكل هذه الاسواق، مشاكل الاسواق الشعبيه بشكل عام داخل التواهي؟ بالنسبه للسوق المركزي للخضار والفاكهه والاسماك واللحوم، نفس الحديث اللي تكلمت قبل قليل قضيه المستثمرين غير جادين. نحن في المديريه تقريبا اول مديريه على مستوى العاصمه اعلن، نقوم بالتفاهم مع الأخوة اللي كانوا ماسكين الأسواق هذه بشكل عام، وصلنا إلى قناعة بأن هذا عقار دولة ويجب أن يعود للدولة مهما كان الكلام. عملنا مناقصة مع الأسف الشديد، كان المستثمر الذي رست عليه المناقصة غير جاد، من 1/9 استلم السوق أو 10/9 لمدة 3 أشهر لم يقدم أي شيء، وبالتالي وفقا لقانون المزايدات عندنا فقرة تعطينا الحق بأن نلغي هذا، نظرا لما تسببه المستثمر من عدم الإيفاء بإلزاماته. وفعلا الغينا العقد او المزايده اللي بيننا وبينه، عملنا مزايده اخرى. الان معنا مستثمر جديد ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله سيتم تسليمه بشكل رسمي، وبالنسبه للبائعين هؤلاء اصحاب الفراشات الموجودين في السوق سيتم ادخالهم للسوق. هذا بالنسبه للسوق الفاكهه والاسماك بشكل عام. بالنسبه للفرزات طبعا هناك قرار اتخذ من قبل الاخ المحافظ وتكليف الاخ الوكيل لشؤون النقل بانه يتم النزول وتنشيط الفرزات. الفرزات الحمد لله تشتغل، ولكن هناك مشاكل في النقابة نفسها مع الأسف الشديد. الأخوة في النقابة غير جادين، يعني اللي يهمهم فقط هو قضية التحصيل. اختلفنا معهم في بعض أمور تنظيمية، على سبيل المثال عندما يعطي سند للسائق، السند هذا في 50 ريال سر رسمي، ثم يأتي يطالب السائق ب 150 ريال أو 200 ريال، أنا دخلت وقفت العملية، يجب أن تلتزموا بما في السند. إذا كان هناك لكم أجور أو أتعاب أنتم كنقابة نظموها بطريقة منظمة، خذ من السائق ممكن تاخذ منه 10 ريال او 20 ريال بس برضه بسند. نحن بحين ما نترك هذا الفوضى بهذا الكلام، يا اما نشتغل بصح وبجد وبنظام، يا اما تعادل القضيه الاليه المضبوطه لهذا العمل. استاذ، لو تحدثنا قليلا عن ملف الصحه داخل التواهي، كيف تقيمون هذا الملف؟ مشاكل الصحه بشكل عام في المديريه زي ما قلت لا تختلف كثيرا عن مشاكل المديريات الاخرى. نحن عندنا 5 مراكز صحيه في المديريه. كان المدير السابق حتى أصل إلى نتيجة طيبة أن من يريد يشتغل بيشتغل. كان لدينا مدير سابق لم يكون بالمستوى المطلوب، وبعد التشاور مع الأخوة في مكتب الصحة استطعنا أن نغير مدير جديد، الدكتورة أقبال. هذه مديرة جيدة وتستحق كل احترام وتقدير، قامت بتنشيط العمل الصحي بالشكل المطلوب. تواصلنا مع المنظمات المانحة، حصلنا على أمور معينة، على أجهزة، على شيء من هذا القبيل. تم الترتيب التنظيمي بالنسبة للأجور ما أجور. أستطيع أن نشغل مركز طبي موجود في الفتح كان غير مشغل من خلال الاستقطاعات اللي تم على بعض الموظفين غير مبالين في عملهم. هذه الاستقطاعات اتفقنا نحن وياهم أنه بدل ما تورد بشكل مؤقت إلى المالية، بإمكاننا نحن نشغل فيها أطباء براتب 20,000 30,000 40,000 بشكل منظم، وترفع تقارير رسمية كل شهر لتشغيل مركز الفتح. هذه منطقة الفتح منطقة مكتظة في السكان، حوالي 9,000 أو إلى 10,000 نسمة موجودة داخلها. الحمد لله استطعنا أن نشغل 5 المراكز كلها. توجد بعض الإشكاليات رفعت الأخوة المسؤولين والمختصين في هذا الجانب. نحن عندنا أمل أن المركز التوليد الطبيعي هذا اللي موجود في التواهي يعود إلى مستشفى بيخدم عدة مديريات، من ضمنها مديرية المعلة ومديرية كريتر. إحنا بحاجة إلى مركز توليد طبيعي بشكل مستشفى مصغر حتى. الإجراءات مستمرة في هذا الاتجاه، وحصلنا وعود من الأخ المحافظ بالمتابعة، وإن شاء الله نوصل إلى حلول قريب بإذن الله. إن شاء الله. بالنسبة لملف الأمن وكذلك إعادة الشرط داخل ملف التواهي. الأمن هذا ملف مهم جدا وملف حساس في ظل هذه الفترة. في مديرية التواهي كانت لدينا فكرة بأن الأخوة ما يسموه عقال حارات، يعني أصبحوا غير جادين وغير نافعين في هذه المرحلة بالذات. للأسف الشديد هناك تجاوزات غير مضبوطة. على كل حال إحنا اتخذنا قرار بتشكيل لجان الأحياء. هذه اللجان الأحياء تكون لجان يعني خليط من الأخوة اللي عندهم خدمة مثلا في مجال الأمن، مجال الجيش، في مجال الأطباء، محامين، في كفاءات موجودة في المديرية نستفيد من هذه الكفاءات، بدل ما يكون في شخص واحد يعني اللي يهمه هو الختم
200 ريال او 300 ريال مع احترامي للناس الجيدين، مش كلهم بهذا الشكل. هذه اللجنه تكون من اول مهام لها هو الجانب الامني، لانه على سبيل المثال هناك افكار ضاله موجوده في المجتمع. يعني عندما ياتي شاب عمره 15 او 20 سنه يفجر نفسه في مجموعه من الناس اللي حواليه ويقطع، كيف وصل هذا الشاب الى هذا المستوى؟ ولماذا هذا الحي بالذات لم يتعامل مع هذا الشاب في وقت مبكر؟ لماذا لم يبلغ عنه؟ لماذا لماذا هم اصلا هم ابنائنا واولادنا يخرجون من نفس الاحياء اللي نحن فيها، ما يجوش من القمر ولا من كوكب اخر. اذا هذه اللجان من اهم اولوياتها في العمل ضبط مثل هذه الامور. عندما انا الاحظ هناك تغييرات على الطالب في الثانويه العامه او اقل في هذا المستوى، كلجنه حي يجب ان نراجع هذا الولد. واقولها هكذا، احنا استطعنا بفضل الله سبحانه ثم بفضل هذه اللجان اللي شكلت من قبل حوالي 3 أشهر نضبط 3 شباب في المستوى الثانوي. استطعنا نجلس معاهم، وجبنا لهم اخ يعني عنده الدكتوراه في الفقه الاسلامي، جلس معاهم وحاورهم، وكان كل كلامهم يتركز في قضيه النص القراني انه يعطينا الحق بان احنا نقتل ونعمل. طيب يا ابني هذا النص القراني على اي اساس فسرته؟ هناك عمل منظم من قبل جماعات ارهابيه، بس انا اعطي لك يعني فكره قضيه لجان الاحياء، هذا من اهم انجازات اشي اذكره لكي ينتبه الجميع ان لجان الاحياء تقدم الان دور غير عادي. استطعنا نجلس معاهم وباختصار وصلنا الى نتيجه انهم يعني تراجعوا عن هذا الفكر الضال. وأحدهم أحد الشباب الثلاثة وهو أخطرهم وأذكاهم ويقسم ويحلف يمين بأنه وصلنا إلى قناعة أن طريق الجنة لا يمكن تمر إلا على أجهزتكم على أجهزة الناس. هل هذا الدور اللي قدمته لجان الأحياء دور عادي؟ مش عادي. نعم. إذا لجان الأحياء يجب أن تعمم على مستوى المحافظة، وهناك تعليمات من الأخ المحافظ بتعميمها. هذه اللجان أيضا تقوم نحن طلبنا منهم قاعدة بيانات متكاملة للسكان. هناك عشوائية في عملية توزيع المواد الغذائية، حتى المنظمات الدولية والمنظمات المحلية تأتي توزيع غير عادل، يركزوا على أحياء معينة بعينها، الناس مش مستحقين. هذه اللي قال الأحياء أنا تعطيني الآن يعني مجموعة بيانات، قاعدة بيانات على ضوها أتعامل. هناك مشاكل أخرى تخص أيضا الشباب، قضية عالة الروح للأندية الرياضية يعني كحاضنة لهؤلاء الشباب، بدل ما يروحوا هناك يعني في أمور غير صحيحة، مضى الغات أو الشمة أو التنبل أو الأخطر من هذا الأهداف هذه. الحمد لله قائمة بشكل جيد. بالنسبة للشرط، هناك مشكلة طبعا موجودة في الشرط هي قضية عدم إعطائهم الراتب إلى حد الآن مع الأسف الشديد. نحن في المديرية نقوم بدعم هذه الشرط، ما نستطيع ندعمهم من إمكانيات مادية. هناك في تقصير في بعض الأمور، في طريقها إلى الحل، لكن أنا أقول في شرطة تواي وشرطة القلوع الحمد لله استطعنا ننزل نوقف البناء العشوائي خلال هول الشرط، استطعنا نقبل على مشاكل مجرمين وشيء من هذا القبيل. هناك عمل موجود في الشرط، لكن ليس العمل المطلوب لحد الآن. الأستاذ عبد الحميد الشعيبي مدير مديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا لك على هذا اللقاء. حكايتنا اليوم عن جامعة عدن وما لها من مكانة تاريخية ودور في رفع مستوى التعليم في عدن وفي اليمن. لنتابع. مثل العام 1970 البداية الأساسية لأول انطلاقة علمية أكاديمية في اليمن، مع إنشاء أول كلية في عدن، كلية التربية العليا، لتكون النواة الأولى لإنشاء جامعة ذات شخصية اعتبارية اتسع رصيد عطائها فيما بعد ليشمل الوطن كله، جنوبه وشماله وشرقه وغربه. تعتبر كلية التربية عدن أولى الحلقات الأساسية في التعليم العالي على مستوى اليمن، وقد تأسست هذه الكلية في بداية أكتوبر 1970، وكانت على درجتين، درجة الأولى عامان، وتخرج أساتذة أو مدرسين للمراحل الأولى وبكالوريوس لمرحلة الثانوية وما بعدها.
ارتبطت أهداف التأسيس الأولى للتعليم الجامعي في عدن قبل نصف قرن بالحاجة الملحة لمتطلبات العمل في مرافق الدولة، وكانت كل كلية تشكل وحدة إدارية قبل تسمية الجامعة وتخضع مباشرة لإشراف وزارة التربية. جامعة عدن هي مرتبطة أساساً بهذه المدينة، مدينة عدن الباسلة، جامعة عدن التي تأسست في عام 1970، وهي أول جامعة يمنية إن لم تكن على مستوى الجزيرة العربية من الجامعات القديمة، والتي أيضاً اكتسبت مكانتها العلمية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى كثير من الدول الإسلامية وحتى الأجنبية. من سبتمبر من العام 1975 للميلاد صدر القانون الخاص بإنشاء جامعة عدن كمؤسسة علمية لبناء كادر وطني مؤهل يخط المسار الأول في فضاء النهضة التنموية نحو التطور بإرادة لا ترهقها السنون. الرابع عشر من أكتوبر في جنوب اليمن كان هناك دافع كبير لتأسيس جامعة تضاهي أهدافها أهداف الثورة التي قامت من أجل العمال والفلاحين وتشبع حاجة المؤسسات التربوية والصحية والخدمية ورفدها بكادر متخصص بملء الفراغ ويسد النقص في كافة المجالات. خروج الهيئة التدريسية تحت مبررات مختلفة من عدن وضرورة أن خاصة التدريسية في المدارس وليس في كل في المدارس، يعني انسحبت كثير من الهيئات التدريسية الأجنبية، وكان لابد أمام الدولة الحديثة بأن تسد هذا المأس. بدأت الجامعة مشوارها العلمي بـ40 طالباً و7 تخصصات، قامت على أساس التخصص المزدوج بالاعتماد على هيئة تدريس يمنية وأخرى وافدة وبدعم من جهات عربية ومنظمات أممية. وكان للراعي الأول من مؤسسي الجامعة بصمات عريضة الخطوط ستبقى آثارها في إرشيف التاريخ وفي جدران الكليات وفي ذاكرة الأجيال المتعاقبة. هذه الكلية أول من أسسوها موجودين وفي الصور أمامكم الدكتور الأستاذ عبد الله فاضل جعفر ظفاري، أستاذ بعدين بعده يعني في أستاذ النوبان الذي لعب دور كبير جدا، كان نائب وزير التربية وفي ذلك الحين، وثم تقاطرت بعدين بعدها كل الخريجين، أذكر منهم زميلي الذي تولى العمادة قبلي بفترة عبد الرقيب ثابت، ثم أتينا تباعا إلى حد اليوم. ذروة السنام التعليم الفني وأيضا الأكاديمي الذي أيضا هو مصنع للرجال، مصنع للقادة، وطلاب الطلاب المنتسبين لجامعة عدن لهم دور أساسي في كثير من الأمور التي تعتمد في هذه المحافظة وعلى مستوى الوطن، دورها دور ريادي في محافظة عدن، وتكاد تكون من الأعمدة مثلها مثل مطار عدن، مثل مصافي، التي هي في أشياء مرتبطة بهذه المدينة. مرحلة طويلة لمسيرة جامعة عدن صارعت خلالها الصعوبات وشح الإمكانات لتصل إلى ما هي عليه اليوم كصرح أكاديمي يضم تخصصات متنوعة في الطب والهندسة والعلوم الزراعية والاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق والنفط والمعادن والحاسب الآلي واللغات والآداب، بالإضافة إلى مراكز البحوث المختلفة ومراكز التعليم المستمر. توالت
الكليات، إنشاء الكليات فيما بعد، منها كلية الاقتصاد، كلية الطب التي أيضا تؤسست في عام 1975، وهناك كثير من الخريجين سواء كان في جامعة عدن أو على مختلف كلياتها الذين يتبوؤون مراكز قيادية في الدولة، حين كانت أيضا أيام الشطر الشمالي أو الشطر الجنوبي، وحاليا أيضا في الحكومة وفي كثير من الوزراء والسفراء هم خريجين جامعة عدن وأيضا من منتسبي هذه الجامعة كأساتذة وأساتذة مساعدين. وخلال فترات متعاقبة من عمرها شهدت الجامعة تطورا متعاظما في شتى الجوانب الأكاديمية والإدارية، آخذة في عين الاعتبار رفع مستوى ونوعية الإعداد والتأهيل التخصصي للخريجين حتى في برامج الدراسات العليا. لم تقتصر فقط على أساس أنه تخريج بكالوريوس ودبلوم، لكنها بدأت أيضا تفكر في مسألة الدراسات العليا، ففتحت آفاق الماجستير أولا، وهذا أعطى فرصة بجانب التعاون مع جامعات عريقة، فبدأت مسألة يعني التفكير في رفض المكتبة، في البحث العلمي، في ذلك. ففعلا أغلب الكليات الآن لديها ماجستير ودكتوراه، وهذا يدل على حرص جامعة عدن على أساس أنها ترتقي وترتفع يعني إلى مصافات أعلى. واليوم يعني نقدر نقول أنه في من خريجي جامعة عدن يشار إليهم بالبنان. جامعة عدن المكتبة الوطنية بالكثير من المؤلفات العلمية في شتى المجالات المعرفية، مولية جل اهتمامها بالتراث اليمني والإسهام في رقي الآداب والفنون. هناك الكثير مما تستطيع جامعة عدن تقديمه، وذلك مما تستقيه من ارتباطها بالزمان والمكان، ولكنها في حاجة إلى العقول الواعية والقلوب المخلصة. واحدة من وجوه عدن المشرفة لما قدمته في مجال عملها ولا تزال تقدمه، إنها كلثوم ناصر النواصري، وجه المدينة لهذه الحلقة. أسست أول اتحاد تجاري لمالكات المشاريع الصغيرة، وتترأس حالياً مجلس سيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المؤقتة عدن. إنها سيدة الأعمال العدنية كلثوم ناصر النواصري، إحدى رائدات العمل التجاري الحر. بالنسبة لسيدات الأعمال في عدن، الواقع أنه هذا المجال كان منذ الستينات، ولكن نتيجة لظروف اختفت كثير من سيدات الأعمال، والآن بدأنا يظهرنا إلى الساحة من جديد. ومنذ 2008 قمنا بتأسيس مكتب لسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية عدن. فمنذ 2008 كنا مهتمات بالسيدات الأعمال الرئيسيات اللي هم موجودات في الساحة. نشأت كلثوم النواصري في عائلة تجارية وعاشت خارج الوطن لأكثر من 30 عاما، متنقلة في مسيرتها التعليمية والعملية بين أكثر من عاصمة عربية وأجنبية، قبل أن تعود للعيش والاستقرار في مدينتها عدن، وفيها بدأت مرحلة جديدة في سوق المال والأعمال. أبي كان تاجر
وأمي كانت برضو تاجرة، يعني كانوا يعملوا في هذا المجال التجاري. وأعتقد وجدت نفسي أنه أنا أصلاً خريجة اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة بغداد، ودرس دراسات عليا في النمسا جامعة فيينا، واشتغلت في وزارة الخارجية، اشتغلت في وزارة الخارجية في عدن، ثم سافرت للخارج وعملت مع الأمم المتحدة، فبقيت حوالي 30 سنة خارج الوطن. لكن لما عدت إلى بلادي وجدت إنه بلادي تخلفت كثير، تخلفت في شتى المجالات، بالذات المجال الإنساني والاجتماعي والاقتصادي. فحبيت هنا أن أساعد، أنا أعمل مجهود خيري، ما حد يدفع لي أي شيء ولا الغرفة التجارية تعطيني أي شيء، ولكنه عمل من ذات نفسي، عمل خيري طوعي. قلت إنني أنتشل الطبقة الفقيرة من البنات لمحاربة الفقر، وهذه الفكرة أساساً من إنشاء هذا الاتحاد، وهو إن احنا نحارب الفقر ونكافح البطالة في نفس الوقت. لم تغفل كلثوم ناصر دورها كسيدة أعمال تجاه المرأة العدنية التي تعيش وضعاً معيشياً صعباً في بلد أهلكته الحروب، كان آخرها حرب ميليشيا الإنقلابيين وما سببته من خراب وكساد اقتصادي. فعمدت إلى تدريب الفتيات خاصة الجامعيات وإلحاقهن بمشاريع صغيرة تؤهلهن للتحرر من قيود الوظيفة وتساعدهن على الانطلاق نحو تأسيس عمل حر. نتيجة للظروف اللي الآن تمر بها البلد، ابتدأنا نعمل دورات تدريبية لشابات، بدأنا في النشاطات التجارية، وبدأنا نهتم بهذه الفئة من الشابات، وأعتقد إنه الآن العدد قد تخطى 400 شابة كلهم يعملوا في مجال النشاط التجاري بشتى أنواعه، بدءاً من المهندسات المعماريات إلى المهندسات الاتصالات إلى 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 النقش في الحنة. الهدف من الاتحاد أولاً وقبل كل شيء هو التمكين الاقتصادي، الغرض منه هو التمكين الاقتصادي. ما معنى التمكين الاقتصادي؟ الغرض منه هو خلق كيان يرفع من الدخل، يرفع الشباب من وضع البطالة إلى وضع العمل والإنتاج. حماية الفتيات العاملات في المشاريع الصغيرة ودعمهن بشتى الوسائل هي رسالة سيدة الأعمال كلثوم ناصر وهدفها في الحياة، بالإضافة إلى عمل متجر إلكتروني مجاني كمشروع مستقبلي للترويج لمنتجات الفتيات وتسهيل الوصول إليها بصورة سهلة وميسرة. عملنا دليل تجاري، دليل تجاري، هذا الدليل الآن بيكون زي اليلو بيجز بالخارج، يعني أي واحد يشتي صانعة معجنات أو كيك أو شيء بيفتح الدليل وبيلاقي قائمة طويلة من البنات اللي يقيدوا صناعة الكيك وصناعة المعجنات ومعه نماذج من أشغالهم. أي واحد يشتي خياطة، أي واحد يشتي مثلا مهندسة، أي واحد يشتي مصممة تصميم، عندنا بنات مصممات كثيرات، قلت لك معظمهم جامعيات ما شاء الله عليهم يعني شطار، بس طبعا ما لاقوش الحاضنة، ما لاقوش الحاضنة ولا لاقوا حد يروق لهم. فهذه الآن الاتحاد هذا سيقوم بهذا الدور، دور الترويج، دور الدعاية، دور الإعلان، دور الاحتضان، وأهم حاجة الحماية. يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان أن نكون عنصر حماية للبنات الناشطات. هذا شيء. والشيء الأخير أنا أشتي أقول إنه الآن إحنا بنعمل متجر إلكتروني مجاناً طبعاً، لكل وحدة تشتي تبيع بضاعته بيكون بكل الوسائل الإلكترونية موجود، اسمها
ونوع بضاعتها، هذا بيسهل للناس كيفية الوصول إليها بسرعة. لم تعرف كلثوم النواصر اليأس يوما، على الرغم من حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التمويل الذي وإن توفر فلا يرقى إلى مستوى الاحتياجات وقد لا يتجاوز 20%، لكنها في المقابل ترفض الاستسلام لفساد الأوضاع وانتهاكات الحروب. أكبر مشكلة في كل العالم الآن التمويل. إحنا عندنا بنوك صحيح تعمل تعطي بعض القروض، لكنها قروض أكاد أقول أنها مجحفة، لا تتناسب مع أوضاعنا، فكثير من القروض تصل فيها فوائد يسموها هم طبعاً ربحية أو لهم تسميات أخرى، لكنها قد تصل إلى 24%، وهذا طبعاً بالنسبة لأي مبتدئ تعتبر كارثة. ثم إنها يعني هذه القروض دائماً تجي من أول شهر تبتدي تدفع القروض، وهذا طبعاً خطأ، لأنه الإنسان بالذات الإنسان الجديد لا يعرف يعني حتى لمدة سنتين، أعطيه مدة سنتين علشان يبني نفسه ويكون المشروع، لكن إنك من البداية تجي وتقول له أدفع فهذا صعب. كلثوم النواصري كانت ولا زالت تؤمن بقدرة المرأة اليمنية على صناعة النجاح ومواجهة التحديات ومنافسة أخاها الرجل في شتى ميادين الحياة. مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وإلى اللقاء.